السلام عليكم. احنا متواجدين الان في مطار لوبليانا. اشرح لكم شوية على المطار. هو طبعا مطار صغير. هنا زي ما انتم شايفين اللي هو البوابة، هذه بوابة القادمين اللي داخلين سلوفينيا. على الجهة اللي امامنا هناك، على الجهة اليمين من المطار، في موجود موقف للسيارات للي مثلا حابب يسافر من سلوفينيا وبترك سيارته هناك وبيرجع لها. هذا اللي هو بوابة القادمين، ولو مشينا اللي هناك بوابة المغادرة من هناك. طبعا مطار صغير جدا زي ما حكيت. وفي عنا هنا اللي هي العربيات، طبعا مجانا الواحد ممكن ياخذ لها الحقائب، يحط الحقائب عليها او شيء مجانا. هنا مكاتب برضو اللي هي قطع التذاكر. الايزي جيت والتركش ايرلاينز والادريا، معظم اللي هي مكاتب شركات الطيران اللي بتيجي على سلوفينيا من هنا. هذا اللي هو من هنا مغادرة برا سلوفينيا. هنا احنا طالعين برا، اوريكم محطة الباصات مقابل مباشرة، يعني مقابل اللي هو مبنى المطار. موجود شركات تأجير السيارات، وموجود باركينج برضه لو واحد عايز يعمل باركينج او شيء. وهنا الباص اللي بيروح للوبليانا من هنا، شايفين هذا الباص بيجي تقريبا كل نص ساعة او كل 15 دقيقة في الايام العادية، كل نص ساعة في فترة الاجازات. هنا الجدول مكتوب عليه مواعيد الباصات. هاي لوبليانا بليد وكرون، لوبليانا المطار، والمواعيد بتاعتها طبعا مكتوبة موندي فرايدي ساتردي، كل اللي هي المواعيد مكتوبة. هنا في شركات تانية بتوصل في تاكسي، وفي شركات تانية برضو بتوصلك بسعر رخيص. يعني لو الشخص اللي حابب يروح من هنا مثلا على البيت او شيء او كذا، بياخدوا منه 9 يورو تقريبا او بحدود 10 يورو وصلك لباب البيت. بس لوبليانا تقريبا يعني محط الباصات من المطار 4 يورو ونص. لكن هذول هاد الباصات اللي واقفة بتاخذ المسافرين او اللي هم الناس اللي حابين يروحوا على بيوتهم توصلوا لباب البيت. في شركة هنا اسمها جو اوبتي، برضو جو اوبتي بتوصل لمحطة الباصات العادية زي لكن سعرها اغلى من الباص العمومي. الان بنشوف، نرجع للمطار، نروح على الرصيف اللي هو قادمين او مكان القدوم للمسافرين الجايين من برا سلوفينيا وداخلين لسلوفينيا. في مقهى هنا للانتظار. في صراف للاحتياج. هذا اللي هو arrivals قادمين. هنا الناس ينتظروا وانا قاعد بنتظر في مسافر جاي. حبيت اعمل الفيديو هذا. شكرا للمتابعة.